بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والضفة الغربية أواخر العام 1994، بدأت عجلة بناء المؤسسات وإقامة المشاريع، والتي لن تتوقف بسبب الحالة الخاصة التي يعيشها قطاع غزة من اكتظاظ للسكان واعتداءات إسرائيلية متواصلة دمرت البنية التحتية للقطاع. ونظراً لاحتياجات السوق الفلسطينية الملحة لإقامة المشاريع بمختلف أنواعها، تأسست شركة النصر للصناعات الخرسانية عام 1997 في مدينة غزة لتلبية هذه الاحتياجات. فترة هاي ما كانش فيه مصانع موجودة في قطاع غزة، كان كل الاحتياجات يتم استيرادها من الخارج، وهان كانت الفكرة الأساسية إن لدى أصحاب الشركة أنه قاموا بإنشاء المصنع بأحدث المكن الألماني حتى يلبي احتياجات السوق من الأنابيب والمناهل الخرسانية اللي تخدم قطاع غزة بالكامل وتلبي احتياجات السوق من المنتجات اللي هي مطلوبة للقطاع. تبلغ مساحة مصنع النصر 12 دنوماً، ويقوم بتصنيع الأنابيب الخرسانية وغرف التفتيش، المناهل الخاصة بالصرف الصحي وفق مواصفات عالمية عبر آلات تم استيرادها من ألمانيا، تساعد بشكل أساسي في الوصول إلى المرحلة النهائية للمنتج، بالإضافة إلى مواصفات فلسطينية ثابتة تناسب السوق المحلي وتزيد من صلابة وقوة المنتج. يعني بتم شراء المواد الخام اللي بتتكون من اسمنت وحصمة وحديد، وبتم وصولها للمصنع طبعا فحص يعني مبدئي على اساس انه جودة المواد هاي هل هي صالحة او غير صالحة للانتاج. طبعا بعد ما يتم الفحص العيني بيتم تهيئة المصنع على اساس انه عملية خلط اللي هي المواد مع بعض، وبعد هيك بتم تجهيز القوالب اللازمة والمكن اللازم للتصنيع. في عندنا الخلط عبارة عن ماكينة أوتوماتيك بتم عملية الخلط بنسب ومقادير على طريق موازين. الموازين هاي طبعا بتم استخدامها للتأكد من كميات المواد اللي داخلة في التصنيع. المرحلة اللي بعد هيك طبعا بتتم عملية نقل المواد هاي بعد وزنها إلى الخلاط اللي بتقوم بدورها بخلط المواد وتجانسها، ومن ثم إنه تمر الخلطة إلى المرحلة النهائية اللي هي عملية صب المناهل والمواسير عن طريق برضو مواد عن طريق المكن اللي هو مهيئ لعملية الصب. وهيك بتكون يعني العملية تمت بصورة كاملة نصل لمنتج نهائي سواء المناهل أو مواسير خرسانية.
هو المصنع الأول في قطاع غزة المختص بإنتاج الأنابيب الخرسانية والمناهل، وقد حصل المصنع على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما حصل على شهادة الجودة العالمية آيزو كأول شركة فلسطينية تنتج مواد مشاريع الإنشاءات والمقاولات. يعتبر مصنع النصر للصناعات الخرسانية مصنع متميز جدا ومن المصانع الرائدة في قطاع غزة، حيث أن المصنع يعمل على أكثر من جهة. أولا بالنسبة للإدارة، هناك إدارة متفتحة جدا ومتطورة وتعمل على الحفاظ على منتجاتها في الأسواق من الجودة والسعر والكمية، حيث أنها تتمتع بكمية عالية وجودة منافسة جدا للمنتجات الإسرائيلية. واجه مصنع النصر كغيره من المصانع الفلسطينية خلال العام 2005 مشكلة حقيقية هددت بتوقف عمل المصنع نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية للقطاع خلال الانتفاضة الثانية، إلى أن قامت إسرائيل بإغلاق المعابر التجارية مع غزة، ما يعني استحالة استيراد المواد الخام للقيام بالمشاريع المطلوبة. ولأن سوق العمل لا يتوقف، فكرت إدارة مصنع النصر على الفور في بدائل تحافظ على استمرار الإنتاج، تمثلت في إعادة استخدام مواد البناء المدمرة بآلة الحرب الإسرائيلية مع تدعيمها للحفاظ على الجودة، إضافة إلى استيراد المادة الخام عبر الأنفاق، البديل الوحيد للمعابر الإسرائيلية. على الرغم من الكم الهائل للأزمات والمشاكل التي تعرض لها مصنع النصر، إلا أنه وضع نصب عينيه المحافظة على المكانة الرائدة التي وصل إليها دون النظر إلى الظروف السيئة القائمة والتي تؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج، فاستمر المصنع في الإنتاج مع المحافظة على الجودة والفحص الدوري عبر المختبرات المختصة. مصنع النصر كما تعودنا عليه يقوم بضبط الجودة هو من تلقاء نفسه، أي مادة يتم إنتاجها أو عمل بنتجه بتم الاتصال في مختبر نقابة المهندسين، بيطلع الفنيين والكادر الفني لمختبر نقابة المهندسين على المصنع، يقوم بأخذ العينات من المصنع، عينات المواد المنتجة سواء كانت مواسير أو مناهل، ويتم فحصها وجلبها للمختبر وفحصها حسب المواصفات الفنية والطرق الفنية المتبعة، وتم إبلاغ المصنع بالنتائج ومناقشتها مع المصنع. فاليوم كان في فحص مواسير لهم وكانت النتائج إيجابية جدا. جميع المشاريع المنفذة في قطاع غزة تعتمد في تنفيذها على منتجات مصنع النصر الذي فرض نفسه في السوق المحلية ليصبح علامة مطلوبة من الشركات الحاصلة على حق تنفيذ المشاريع الكبيرة عبر فترة زمنية يرفض المانحون والداعمون تمديدها تحت أي ظرف، وهو ما يسعى مصنع النصر الالتزام به عبر توفير المنتج والطلبات للشركات بالجودة العالية والفترة المطلوبة. شركة نصر إحدى الشركات الكبرى في تنفيذ أعمال المناهل والمواسير وعمل البنية التحتية. أغلب مشاريعنا اللي قمنا بتنفيذها كلها من شركة النصر، ولا زلنا الآن في معنا مشروع ضخم كبير في شارع الرشيد في البحر بقيمة 3.5 مليون دولار، قمنا بالتعاقد مع شركة النصر لإحضار المواد من الشركة. يساهم مصنع النصر للصناعات الخرسانية بشكل أساسي في بناء مواد مشاريع الإنشاءات والمقاولات لقطاع تبلغ مساحته